جهات مواما هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يتم من خلالها تقييم مدى ملائمة بيئة عمل أي منظمة لذوي الإعاقة. هناك 8 معايير لجهات مواما تضمن من خلالها الوزارة بأن المنشأة مطبقة أو ملائمة لذوي الإعاقة. التزمت شركة الخطوط السعودية للتموين بالمحافظة على الفئة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في رؤية المملكة 2030 لتمكين ذوي الإعاقة. حصلت الشركة في هذا العام على أعلى تقييم مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير من خلال تعيين شخص من الإدارة العليا لكل معيار والتأكد من مطابقته والحفاظ على التطوير المستمر. فإننا نحرص دائما على الالتزام بأعلى المعايير تطبيقها في منشآتنا الحالية ومشاريعنا القادمة، على سبيل المثال الدليل الصادر من قبل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.